السلام عليكم، أنا حنان الحمزاوي ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة سمك زي العسل. هنعمل السمك البلطي ده بطريقة جميلة جدا. أحلى حاجة الأكلات البحرية دي، بتفتح النفس وخفيفة ومفيدة كمان. تعالوا نشوف هنعمل إيه. معايا السمك بتاعي، هنضفه كويس، أغسله كويس من القلب كده زي ما أنتوا شايفين، هنضفه كويس جدا. وبعد كده هغسله بدقيق وملح وليمون. وهجيب الخلطة بتاعتي الجميلة دي. الخلطة بتاعتي عبارة عن ايه؟ ثوم مفروم مع ملح وكمون وكمان عصرة ليمون. كده جميل خالص. هبتدي بقى هحشي السمك بتاعي بالخلطة الحلوة الجميلة دي. اهم حاجة انك تسيبيه شوية كده حلوين لما يتخلل كويس في السمك. كده تمام، كده جميل خالص. انا هحشي السمك كله بالشكل ده بالخلطة بتاعتي دي. اهم حاجة على فكرة الليمون مع الخلطة الجميلة دي، حاجة كده زي العسل. احلى اكل الاكلات البحرية دي يا حبايبي، بتبقى مفيدة وجميلة وخفيفة كمان. كده تمام، انا كده خلصت بقى كله، وهخلص هغلف بقى السمك كله بالخلطة بتاعتي كده من فوق. هركنها بقى شوية كده ساعة، ساعة ونص، اكتر من كده اللي يعجبك. اهم حاجة انك تسيبيه مدة كافية في التخليل. يلا بينا بقى نعمل الخلطة بتاعت الكفر بتاع السمك. هجيب الدقيق بتاعي، هملحه ملح وفلفل اسمر ومعلقة من النشا، طبعا هي كوباية من الدقيق. كده تمام، كده تمام. هنعمل بقى السمك بتاعنا كله بالخلطة دي. انا ملحت الدقيق عشان طبعا ما يفرقش في الطعم خالص، هتبقى متملحة بقى كده من بره ومن جوه، وكمان وقت التخليل خدت وقتها بما فيه الكفاية. يلا بينا بقى هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة. هبدر السمك بتاعي كله بنفس الطريقة، وهحطه هنقله على ورقة مطبخ عشان السمك ما يبقاش فيه مية او حاجة يرطب معاكي الخلطة والكفر اللي انت عاملاها دي. ماشي يا قمر، انا هخلص الخلطة بتاعتي كلها بنفس الشكل ده. وهندخل بقى على التحمير. انا حطيت الزيت بتاعي كله، وطبعا انا مبدرة السمك. اول ما الزيت يسخن بالشكل ده هتحطي بقى السمك بتاعك. هنحمره الجنب ده والجنب التاني لحد ما يستوي، ونرجع بقى تاني مع بعض. طبعا انا عملت معاه رز بالرز الصيادية بالبصل، طعمه تحفة، جميل جدا. وكمان عملت سلطة خضراء. عايزة تجيبي كمان طحينة، هيبقى زي العسل. اكلة كده خفيفة وجميلة جدا. شايفين السمك احمر اهو، وهبتدي بقى انقله على منشف مطبخ كده ونشوف الاخر بقى هنعمل ايه. شايفين السمك؟ والله يفتح النفس، جميل جدا. اكلة جميلة، وبصراحة انا بحبها انا والولاد. الاكلة دي يا جماعة يعني ايه، تفتح النفس. لو هناكل سمك كل يوم هيبقى زي العسل. اهم حاجة السمكية لما تبقى كبيرة معاكي كده تحسي بطعمها، واللحم بتاعها كده بيبقى ناشف وجميل، وبتبقى بيضة كده من جوه زي العسل. انا خلصت السمك بتاعي، هخلص السمك باقي كله ونرجع مع بعض تاني نشوف السمك عامل ايه. يلا بينا بقى نحط السمك والرز والسلطة ونشوف احنا عملنا ايه. شايفين الجمال ده يا سيدي؟ يا سيدي حاجة كده زي العسل. يعني المفروض مش اقل من مرتين في الاسبوع تاكلي السمك الجميل ده. اي نوع سمك انت بتحبيه، انا مش بفرض عليكي نوع واحد، بس بتبقى يعني بيديكي كده يعني فسفور وغذاء جميل، وحاجة كده زي العسل. كده انا طلعت السمك بتاعي، وهنا كمان السلطة الخضراء بتاعتي الجميلة، جزر وخيار وطماطم وفلفل الوان والخضرة الجميلة دي، وبصل ده متقطعه قطع صغيره، حاجه كده زي العسل. بألف هنا.
ايه رأيكم بقى في الأكلة الجميلة دي؟ كفاية طبق السلطة الجميل ده. وعملت الرز بالبصل، ده رز السمك، بتعمليه مع السمك كده بيبقى زي العسل، وسلطة خضرة. ويا رب أكون قدرت أفيدكم بحاجة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. تحياتي للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.